السلام عليكم متابعي قناتنا بنى المعلوماتية، كيف حالكم إخواني وأخواتي؟ سعيد بعودتي إليكم اليوم بحلقة جديدة، وهي كما تعرفون اليوتيوب. نحن كلنا نحب اليوتيوب بما نقدم لكم من دروس وشروحات ومواضيع جد جد مهمة. موضوع اليوم كيفية تغيير لون اليوتيوب من اللون الأبيض كما تعرفون إلى اللون، سوف ترون، تابعوني من هنا. أمامكم صفحة بنى للمعلوماتية كما ترون في الأفق. هنا توجد بها مواضيع جد جد حصرية جميلة، وأمامكم أيضا قناتنا بنى للمعلوماتية. إخواني أيضا تفعيل الجرس من هنا، وإن أردتم اشتركوا وإن أردتم أيضا لا تشتركوا. تعليقاتكم ولايكاتكم أيضا تحفزنا كثيرا. نذهب إلى الدرس دون الإطالة إليكم. نفتح من هنا صفحة جديدة. نذهب كما ترون، أول شيء يلزم يكون لديكم متصفح جوجل كروم، متصفح كروم، متصفح كروم. يوجد به هذه الخاصية لكي نغير لون اليوتيوب إلى لون جد جد رائع. نذهب هنا إلى أبليكاسيون، أبليكيشن أون أنجلي، ثم نذهب إلى ويب ستار. ويب ستار ندخل عليها، تابعوني جيدا لكي لا تخطئ أخواني. وتوجد هنا نافذة في الأعلى الفوق، راح نكتب فيها ماجيك، سوف تجدونها أسفل الفيديو إخواني. هذه هي الإضافة ماجيك أكسيون يوتيوب، ونعمل أنتري. تظهر أمامنا هنا في الأعلى في أول صفحة الإضافة التي سوف نضيفها، ندخل عليها أجوتي أكرام، تابعوني جيدا. تظهر معكم هذه النافذة، ندخل عليها نعمل أجوتي إكستانسيون، إكستانسيون معناها إضافة. ننتظر قليلا سوف يذهب بنا إلى هذا، يعني إشهارات تخصهم. ننتظر هذا التحميل لينتهي ونضغط على عدد كروم. إخواني هذه الإضافة سوف تعجبكم كثيرا، أنا بالنسبة لي إضافة جد جد رائعة، غيرت الكثير من وكأنك بعالم آخر في اليوتيوب، مع تظهر فيديوهاتك جميلة جدا ولها مظهر جميل. أيضا التخطيط كيما احنا الباك جراوند، الخلفية تاع اليوتيوب أصبحت جميلة جدا. وتوجد أيضا في النظام الكلاسيكي والنظام الجديد الخاص باليوتيوب، كل واحد يحب كيما نقولوا حنايا ينتقل الى النظام الجديد او يبقى في النظام القديم مثلي انا. سوف ترونها بعد الانتهاء من هذه الاضافه، ننتظر قليلا كما قلت لكم. هنا نضغط عدد كرام، وانتهينا من هنا. كما ترون ظهرت سيتينغ، لا نعمل شيء، نخرج من هنا من هذه الصفحة وهذه الصفحة أيضا، ونرجع إلى قناتنا على اليوتيوب. كما ترون إخواني نعمل ريفرش للصفحة، تحديث للصفحة على من هنا من السهم أو على زر الاف 5 تحدث معنا الصفحة. كما ترون أمامكم اليوتيوب أصبح بمظهره الجديد باللون الأسود. لم أقل لكم، تركتها لكم مفاجأة لكي ترون هذا المنظر الجميل جدا. أيضا يوجد شيء راح أشرحه لكم قبل الانتهاء. الكثير منكم في بعض الوقت يمل من هذا المظهر الجديد الخاص باليوتيوب ويقول أريد أن أرجع إلى المظهر القديم. يوجد هنا أمامكم أين ترون الفوق أمام بنى المعلوماتية، أين تجدون الحساب الخاص بكم.
يوجد أمامه زر مثل زر الضوء، تضغطون عليه، انظروا، وقد ظهر اليوتيوب كما كان من جديد، سوف نشعله من جديد. لقد أصبح المصباح من جديد، وبي كما نقول لكم مظهر جد جد جميل، يعني تام خارق للعادة. أمامكم قلت لكم قبل قليل، اشتركوا في القناة لكي تأتيكم كل شيء جديد، زر لايك للفيديو إخواني لا تنسوا، وهذا فضل أيضا وليس أمر. والتعليقات تخصكم أنتم، لن أمر أي شخص بأقول له علق لي أو لا تعلق لي، لأن تعليقاتكم ولايكاتكم أيضا وسبسكرايباتكم أيضا تحفزني كثيرا لكي أأتي لكم بالجديد. وكما ترون الكتاب كبير جدا، أكتب لكم يوميا مواضيع تخصكم، وراني كما نقولوا بالجزيرية أي موضوع راكم تخليه لي في الصفحة راني نبحث عليه إخواني، وسوف أشرح لكم في فيديو. ماذا أقول لكم؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.